مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج النص الحلو. موضوع حلقتنا النهارده عن التغذيه السليمه، وزي ما بيقولوا كده العقل السليم في الجسم السليم. وعمر جسمك ما هيبقى سليم الا لما تهتم بطريقه ونوعيه اكلك والتغذيه الصحيه والسليمه ليه. وللاسف معظمنا مش بيهتم بده الا لما بيتعرض لامراض سوء التغذيه، أو إنه يعمل دايت بشكل قاسي جداً فيأثر عليه بشكل سلبي. طب إزاي نعمل دايت بشكل صحي وإزاي نحافظ على وزننا وشكل جسمنا والتغذية السليمة ليه؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل مع دكتورة مروة ناصر أخصائي تغذية علاجية. تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا الكريمة بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واستقبلنا ضيفتنا الجميلة دكتورة مروة ناصر أخصائي تغذية علاجية. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا بيكي يا بنت، منورانا ومشرفانا. ربنا يخليكي. مبدئيا كده في البداية دكتور، إزاي أعمل دايت صحي بس في نفس الوقت ما يأثرش على شكل وشي وأخلي وشي فيه نضارة بشكل دايم؟ يعني أعمل دايت بس من غير ما يأثر على وشي، ما يبقاش شكلي تعبان. بالظبط كده، أعمل دايت فيه يفتكروني تعبان. بالظبط. تمام. انا اول ما باجي اعمل دايت لازم افكر ان انا اخد كل متطلبات جسمي التغذويه. تمام. ما ينفعش مثلا ان انا احرم نفسي من حاجه. الدايت مش حرمان. تمام. ومش مجرد ان انا مشهور قوي على السوشيال ميديا ان احنا نحسب كالوري ومفروض ان انا محتاجه كام كالوري واعمل عجز السعرات وانا كده هخس. تمام. لا، انا عايزه اخس بس ما احرمش نفسي من المتطلبات الغذائيه اللي لو انا ما خدتهاش بشكل كافي جسمي هيتاثر. بالظبط. وهتحصل بقى مشاكل البشره زي ما انت قلتي يا غالي. تمام. تمام. بعمل ده ازاي؟ اولا ماشي، احنا بنحسب كالوري، ما بنعملش العجز بصوره كبيره. يعني ما ينفعش مثلا انا ابقى هخس ولو خدت 1200 انا اخد 500 او 800. تمام. او احرم نفسي خالص. بتيجي المريضه تقول لي يا دكتور انا ما اتعشتش، انا ما اكلتش كل حضرتك كتبتيه، على اساس بقى ان هي كده ايه جملت عملت المفيد. يعني جملت نفسها وخست. خسينا بس ايه، حصل لنا مشاكل. تمام. يعني معنى صح يعني اكل بس يعني اشوف ايه اللي جسمي محتاجه الاول. بالظبط. يعني هنظبط الكميات، هناخد كميات قليله لكن هناخد كفايتنا. انا جسمي زي ما محتاج نشويات، محتاج بروتين ومحتاج دهون. تمام. تمام. وبختارها صح بقى، ايه هي الدهون اللي انا محتاجاها، ايه هي البروتينات، نوعها على حسب احتياجي لجسمي والكميه، ان انا ما احرمش نفسي او ما اعملش بقى الحركه بتاعت ان انا كيميكال دايت. النهارده يوم الخيار، يوم هاكل الفاكهه بس، هاكل، لا الكلام ده كله غلط. وفي حرمان ودايت قاسي. يعني ايه دايت قاسي؟ يعني غير متكامل، ما فيهوش العناصر الغذائيه اللي هتاثر على بشرتي. تمام. والدايت القاسي هو اكتر حاجه بتخسس الوش، بتبينك تعبانه ووشي اصفر وعندي هالات وبتعمل كل مشاكل البشره دي ومشاكل التانية. طب ايا كان نوع الدايت، احنا اول ما بنبدا دايت اول حاجه بتظهر الخساسين فيها هو وشنا. بالظبط. ازاي بقى نعوض ده؟ يعني حتى لو انا هعمل دايت مش قاسي بلاقي مثلا اول حاجه بتخس فيا مش جسمي، وشي. ازاي بقى احافظ على نضاره وشي واحافظ ان وشي ما يخسش زي جسمي؟ تمام. هعمل كده ازاي؟ هدخل لجسمي فيتامينز معينه. الفيتامين دي بتساعد البشره ان هي لونها ما يتغيرش، ان هي ما تخسش بالشكل اللي هو وشي باهت. تمام. هو انا هخس. تمام. يعني الوش يخس شويه مش بالطريقه اللي هي لما بنيجي نعمل دايت قاسي اللي هو العظم باين وشكلي تعبان وباهت. وكل الكلام ده خلينا متفقين ان احنا هنخس. ازاي بقى يكون في نضاره؟ في نضاره. بالضبط. في ناس بتخس بتحس ان انت حلويتي، انا عايزه احلو. بالظبط كده. ماشي. جميل. هنحلو ازاي بقى؟ اول حاجه ان احنا هناخد قلنا فيتامينز. تمام. طيب ايه هي بقى فيتامينات الجمال؟ تمام. تمام. اول فيتامين عندنا اللي كلنا عارفينه فيتامين سي. فيتامين سي مش بس موجود في الحمضيات، البرتقال والليمون وكل الكلام. ده موجود في اكلات تانية. انا دايما بحب يا غاده يعني طبق السلطه بتاعي يبقى فيه حاجات تانية، مش بس مجرد طماطم وخيار وخلاص. لا، فلفل حلو. الفلفل الحلو الاحمر. الفلفل الحلو والاحمر بالذات فيه فيتامين سي عالي جدا. تمام. تمام. هنحط بروكلي. طيب فيتامين سي ده بيعمل ايه للبشره؟ مضاد اكسده. تمام. يعني ايه مضاد اكسده؟ انا عندي ماده اسمها الشوارد الحره او الفري راديكلز. الماده دي لما بتدخل
الكولاجين اللي هو البروتين بتاع البشره بتاعتي بيكسرها وبتدمر البشره، وهي اكبر سبب بيخلي ان انا وشي باهت. تمام. فانا محتاجه اخد بقى مواد بتحارب الفري راديكلز دي. يبقى انا عندي فيتامين سي هو اللي هيحارب الفري راديكلز دي، الشوارد الحره اللي بتعملها التلوث واشعه الشمس والميك اب الكتير والكيماويات وكل الحاجات دي. تمام. معانا تاني في مضادات الاكسده فيتامين اي، بيشتغل كويس جدا مع فيتامين سي. موجود في المكسرات وموجود في البقوليات زي الفول. تمام. وموجود في الزيوت النباتيه زي زيت الذره وزيت عباد الشمس. الزيوت دي احنا مش بنمنعها خالص، عشان الناس اللي فاكره ان انا المفروض ما استعملش زيت في الدايت، لا، انا بستعمل الزيوت النباتيه زي الذره وعباد الشمس لان فيها فيتامين اي وده مضاد اكسده كويس جدا. تمام. بس بكميه معينه. تمام. مش كله، مش هنحمر ونقلي بقى. تمام. كمان عندي بقى اهم فيتامين واللي هو موجود في كل الكريمات اللي هي بتعالج التجاعيد، فيتامين اي. تمام. بكل مشتقاته بقى، البيتا كاروتين ريتينول كله. فيتامين ايه موجود في الجزر وموجود في البطاطا الحلوه. احنا داخلين بقى على الشتاء وعايزين نقول الاكلات اللي الناس بتحب تاكلها في الشتاء. تمام. زي البطاطا الحلوه اللي هي المشويه بيبقى فيها الفيتامين ايه، والجزر زي ما قلت ممكن ناخده كمان جزر بالبرتقال. بس انا يعني عندي معلومه بسيطه كده ان الجزر والبطاطا مثلا السعرات الحراريه بتاعتهم تبقى كبيره؟ لا، هو السعرات الحراريه بتاعت اي حاجه يا غاده كبيره لو انا اكلتها بكميه كبيره. تمام. اي حاجه حتى لو شوفان هتاكليه بكميه كبيره قوي، لا. تمام. طبعا احنا في الحاجات الصحيه مش هنقدر ناكلها بكميه كبيره. احنا اللي بناكل منه كتير البيتزا والكلام ده. تمام. فعصير بقى الجزر بالبرتقال ده بقى فيه الاثنين، بقى فيه فيتامين سي اللي قلنا عليه مضاد اكسده في الاول، وبقى فيه فيتامين ايه اللي هو الفيتامين المقاوم لتجاعيد البشره. تمام. وبيجدد الخلايا الميته، فمش يعني ايه بيجدد الخلايا الميته، يعني جلدي يبقى فيه مرونه. تمام. ما بقاش بالبهتان ده. طيب. تمام. في كمان فيتامين د. فيتامين د ده بقى مهم جدا سواء للحرق او لنضاره البشره. تمام. احنا احتياجنا من فيتامين د من 400 ل 600 وحده، في الاطفال بيبقى 400 وحده تقريبا. تمام. ايه هي بقى مصادر فيتامين د؟ اول حاجه عندي الاجبان السويسريه، الجبنه الشيدر. تمام. ممكن ناخد شريحتين في الفطار لو انا مش بحب البيض. تمام. كل الناس عارفه ان البيض فيه فيتامين د، ممكن اخد كده. عندنا التونه، التونه مليانه فيتامين د، والسلمون والسردين. تمام. تمام. والحليب المدعم، ولازم اجيبه. تمام. مدعم، لان في انواع مش بتبقى مدعمه. في حليب كده بيبقى مدعم وفي كالسيوم، بحب اديه قوي للاطفال. تمام. حوالي في 120 وحده. تمام. وانا محتاجه 400، فلازم اخد بالي. أوكي. ان فيتامين د ما يقعش وان انا اتعرض للشمس. تمام. تمام. طيب عندنا كمان السيلينيوم، عنصر السيلينيوم ده انتي ايجينج، يعني الناس بتقول ان هو مضاد للشيخوخه. تمام. بيبقى كويس جدا، وهو والزنك. تمام. كلهم حاجات تدعم البشره وبتدعم الكولاجين علشان انا ما بهتش. تمام. تمام. طيب اللون بقى. تمام. عندي فيتامين مسؤول عن لون البشره ان انا ما بقاش صفره. ده فيتامين ايه؟ فيتامين كي. تمام. ده هلاقيه فين بقى الفيتامين ده؟ هقول لك هتلاقيه فين. فيتامين كي هو منشط للدوره الدمويه. تمام. تمام. عشان كده مرضى القلب وتصلب الشرايين بيتكتب لهم فيتامين كي. تمام. لان هو بينشط الدوره الدمويه وبيمنع الهالات السوداء وبيمنع اصفرار لون البشره وبيوحدها. تمام. تمام. طيب فيتامين كي، الاكلات بقى اللي فيها فيتامين كي؟ فيتامين كي موجود في كل الورقيات. يعني الخس، الكابوتشي، الجرجير. تمام. فبرضه بحاول ان انا احطها في السلطه، في ناس ما تحبش الجرجير، احط خس. كل الورقيات مليانه فيتامين كي. تمام. الالبان والاسماك واللحوم هو موجود فيها بس مش بصوره كبيره، موجود في الورقيات اكتر. تمام. بمعنى اصح كده نفهم ان احنا نعمل دايت بس نحافظ على العناصر الغذائيه اللي جسمنا محتاجها، وفي نفس الوقت الفيتامين اللي جسمنا بيحتاجه. طب بالنسبه بقى يا دكتور لموضوع الحرق، يعني كلنا تقريبا او معظمنا عندنا مشكله مع الحرق والدايت. تمام. ازاي نعلي الحرق؟ او مبدئيا قول لنا يعني ايه حرق، لان في ناس كتير قوي بتعمل دايت وتلاقي نفسها مش بتخس، وفي ناس بتاكل بشكل طبيعي جدا وتلاقي نفسها بتتخن قوي. تمام. انت قلتي كلمه جميله قوي يا غاده، يعني ايه حرق؟ الحرق يعني الطاقه اللي جسمي محتاج يصرفها عشان يقوم بوظائفه الحيويه. تمام. زي التنفس، النبض، وظائف الكلى والكبد وكل ده. وده اولا. ثانيا الطاقه اللي هو محتاجها علشان يصرفها في اليوم، في يومك بقى، في المجهود اللي انت بتعمليه. بروح الشغل، بنزل، بطلع، البنزين اللي هيمشي العربيه. تمام. طيب
ازاي بقى اعلي استهلاك الطاقه ده علشان احرق؟ بتيجي المريضه تقول لي ما بحرقش، انا عملت دايت وما خسيتش، انا خسيت 200 جرام تمام. واحباط بقى وليله سوداء. لا، معدل الحرق انا لازم افهم ان هو بيختلف من شخص لاخر على حسب عوامل كتيره قوي، زي السن بيختلف من راجل لست، بيختلف على حسب انا شكل يومي ازاي، بنام عدد ساعات قد ايه، باكل امتى، ده بيفرق جدا تمام. في الحرق. وزي ما قلنا عوامل تانية زي الحالة الصحية طبعا، وبيبقى في أمراض بتأثر عليه. نزود الحرق إزاي؟ هنقول بقى. تمام. أول حاجة إن أنا لازم أعتمد في أكلي على البروتينات. تمام. ليه؟ لأن الجسم بيصرف طاقة أكبر عشان يهضم البروتين. تمام؟ طيب هعلي البروتينات في أكلي، وفي حاجات تانية بقى هعتمد عليها في الأكل. انا عندي في جسمي نوعين من البكتيريا. تمام. بكتيريا نافعه اللي هي البروبيوتيك، وبكتيريا ضاره. تمام. البكتيريا اللي انت هتغذيها هي اللي هتنشط. تمام. احنا محتاجين ننشط ايه في جسمنا؟ طبعا البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعه. طب دي هتنشط ازاي؟ اكيد بالاكل الصحي، ان احنا ناكل زبادي. تمام. ومش شرط يكون لايت، عشان في ناس اول ما بتبدا الدايت كله لايت لايت. لا مش شرط، هي تمام. مش مشكله في الدهون طالما انا واخده، يعني مش واخداها بكميه كبيره. تمام. تمام. البروكلي، مجموعة القرنبيط بقى كلها، والكرنب الأبيض والأحمر، وكله كل دي بتدعم البروبيوتيك. طيب أنا دلوقتي اتغذت البكتيريا النافعة دي في جسمي، أنا استفدت إيه؟ 80% من جهازي المناعي من الجهاز الهضمي. تمام. فأنا حسنت جهازي المناعي كمان، غير إن أنا عليت الحرق. طب يا دكتور، لو حد دلوقتي مثلا حاسس إن هو يعني عايز يعمل دايت بس في مناطق معينة من جسمه، حد مثلا حاسس ان هو مثلا مليان من فوق شويه اكتر من تحت، او العكس مليان من تحت شويه اكتر من فوق، هل في دايت معين بيركز على مناطق معينه في الجسم؟ تمام. السمنه الموضعيه، او انا عندي مشكله معينه في جسمي، انا مش بقدر اعمل دايت كده معين هيخسن منطقه البطن. تمام. لا، انا عندي نسبه دهون في جسمي بتبقى متوزعه بشكل معين على حسب عوامل كتيره جدا. تمام. تمام. بتبقى اغلبها جيناتك وراثه، ان انا مليانه من فوق من تحت كل ده. فانا هعمل دايت صحي زي ما احنا اتفقنا، وهخس والمناطق دي هتخس مع الدايت. لكن لو عندي بيقولوا عليها الدهون العنيده، لو عندي منطقه معينه انا عايزه انزلها، بنبدا بقى الدكتور هو اللي بيدخل بالحقن الحرق، بالنحت البارد، باجهزه. تمام. بنبدا بقى ندخل ان احنا نخسس المنطقه دي، لكن في دايت معين بيخسس منطقه، الكلام ده مش سليم. طيب تمام. بالنسبه للناس بقى اللي عمل الدايت مش صحي واثر عليها بشكل سلبي، يعني مثلا عمل لها تعرضت لمشاكل كتير زي ما احنا بنشوف. تمام. تساقط الشعر او فقر الدم او هل في عناصر غذائيه معينه نعوض بيها او نسترجع بيها صحه شعرنا وجسمنا تاني؟ تمام. الشعر يا غاده اكتر حاجه ممكن تتاثر بالدايت. تمام. كلنا بنشوف اول ما بنعمل دايت شعرنا هو اللي بيقع. انا عايزه اقول لك ان بتيجي المريضه تقول لي يا دكتور انا باكل اكل صحي وشعري بيقع. بالزبط. ليه بقى؟ اولا الموضوع بيبقى فيه عامل نفسي. تمام. ان انا لازم طول فتره الدايت ابعد تماما عن اي توتر او قلق واكتئاب، لان ده بيأثر على تساقط الشعر. تمام. طيب لا قدر الله حصل وشعري ابتدى يقع، هتصرف ازاي؟ هاخد عنصر مهم كل البنات عارفينه، هو البيوتين. تمام. هبدا اخد البيوتين، لان البيوتين بيحسن، مش بس بيحسن الشعر، نمو الشعر. تمام. لا بيحسن كمان غذاء الشعر نفسه، يعني يحافظ على الموجود وكمان هيطلع لي شعر. تمام. تمام. البيوتين في ناس بتقعد تاخده قراص، بس انا ممكن اكتفي من الاكل. انا بفضل زي ايه بقى الاكلات او الحاجات اللي ناكلها او نشربها تعوض ده؟ تمام. الجوافه. تمام. وحتى لو خدناها في صوره عصير مثلا. الجوافه، عين الجمل، المكسرات زي عين الجمل، واللحوم الحمراء. تمام. بس اللحوم اللي حمراء انا مش هعرف اخدها بشكل كبير، لان هي بتبقى عاليه الدهن، خصوصا للناس اللي عندها الكوليسترول العالي والضغط وكده، فمفضل ان نديهم اللحمه يوم واحد في الاسبوع. تمام. فممكن اخد الجوافه وعين الجمل. تمام. ده كمصدر للبيوتين. تمام. هاخد ايه تاني لشعري؟ طبعا الزنك. تمام. مفيش زنك مفيش شعر. تمام. تمام. الزنك بقى موجود في كل المأكولات البحريه. تمام. احاول اخلي يوم كده في مأكولات بحريه. تمام. محار، جندفلي، كل الكلام ده. تمام. نيجي بقى لمشكلة فقر الدم، لأن نقص الحديد بيعمل تساقط في الشعر. تمام. تمام. طيب أنا إزاي أحارب الأنيميا؟ أولا طبعا بالتحاليل. تمام. والتحاليل معينة يطلبها الدكتور، عشان في مريضة ممكن تجي لي تقول لي لا أنا أنيميتي 17. مفيش حاجة اسمها أنيميتك 17. تمام. أنا ممكن أطلب صورة دم كاملة، ممكن أطلب نسبة حديد عشان أوكي. أعرف
بالظبط الحديد كام؟ الحديد ناقص بنبدأ بقى نعوضه، مثلا عندنا البنجر كويس جدا، ممكن نحطه في السلطة، نشربه عصير. تمام. مثلا طيب سؤال أخير كده يا دكتور، فضل. احنا دلوقتي في فصل الشتاء. تمام. وأكتر حاجة ممكن تضايق معظمنا إن يعني في الشتاء بنتعرض لجفاف البشرة. تمام. إيه هي بقى العناصر الغذائية برضو اللي أكلها وأشربها، يعني بعيدا خالص عن الحلول التجميلية، يعني احنا كلنا بنحط كريمات مرطبة وكده، بس بقى بعيدا عن الحلول التجميلية، إيه الحاجات اللي ممكن أكلها وأشربها تعادل من ترطيب بشرتي تاني أو تعالج الجفاف ده؟ تمام. انا بقول دايما eat your water. يعني ايه eat your water؟ يعني انت طبعا بعد ما هنشرب ميه كويس قوي، تمام، ما نقلش عن 12 كوبايه في اليوم. هي ليها حسابات كتير، يعني مثلا في دراسات اتعملت ان كل 20 كيلو لتر ميه، يعني لو شخص مثلا 60 كيلو هياخد 3 لتر. تمام. هنشرب ميه ازاي؟ اعرف ان انا بشرب ميه كويس ان انا مش بعطش، ما ينفعش اسيب نفسي اعطش خصوصا فصل الشتاء. تمام. تمام. مش هستنى لما اعطش، انا هشرب. حلو. وفي تريكه يا غاده، ان انا عايزاكي حتى لما تجوعي تشربي ميه. الجسم بيتلخبط ما بين الجوع والعطش. تمام. اول ما تجوعي هتشربي ميه ونشوف. طيب شربنا ميه، وكمان نهتم بان لون البول بتاعنا ما يبقاش غامق، لان هو لو غامق ده معناه ان انا مش شخص هايدريتد، مش بشرب ميه كفايه. نبدا بقى ايت يور ووتر، يعني هنختار اكلات مليانه ميه. عندنا البطيخ، الرمان، تمام، كل الخضروات والفاكهه بيبقى فيها نسبه ميه عاليه. تمام. فنحاول ان احنا نركز عليها دايما، يبقى في طبق سلطه في كل وجبه. تمام. في الفطار والغدا والعشاء. طب يا دكتور دلوقتي فطر. انا خسيت ووصلت. تمام. للوزن المثالي. تمام. ازاي اثبت بقى اخيرا، ازاي اوصل يعني للوزن اللي انا عايزاه من غير ما اتخن او اخس؟ اثبت ازاي؟ تمام. هتحافظي على معدل الحرق بتاعك. تمام. احنا قلنا ان الحرق ده بيختلف من شخص لاخر على حسب عوامل كتيره زي السن. تمام. تمام. انا المفروض يا غاده ان انا كل ما بكبر في السن حرقي بيقل. تمام. تمام. الناس فاكره ان بكبر دي يعني بوصل ل60 سنه، لا، انا من اول 20 سنه حرقي بيبدا يقل. تمام. لان الكتله العضليه بتقل. تمام. ودي حاجه احنا مش بنتحكم فيها، فانا محتاجه احافظ على الكتله العضليه. تمام. واحافظ على ان هو لما هيقل مش هيقل قوي، يعني انا اقدر اتحكم فيه ان انا اوصل ل60 سنه وانا حرقي زي الفل. طول ما انت محافظه ان حرقك عالي مش هترجعي تاني تتخني. تمام. طب ازاي احافظ على معدل الحرق العالي؟ اول حاجه احافظ على الكتله العضليه بان انا هاكل بروتينات كويس. تمام. تمام. بان انا هلعب رياضه او هخلي يومي رياضي، يعني اخلي الرياضه معايا في الدايت. بالظبط. تمام. والناس اللي ما عندهاش وقت مش مشكله، هنخلي يومنا رياضي. تمام. لو بتكلم في التليفون هتحرك، لو بحضر السفره هروح اودي طبق طبق، بلاش اسانسير، اطلع سلم او على الاقل في النزول، يوم يبقى فيه حركه. زي ما بيقولوا دايت ورياضه. دايت ورياضه. بالظبط. لازم يبقى فيه رياضه. كان نفسنا المشروع. والله يعني انا مش عارفه بيقولي في الكنترول ان الوقت خلص، كان نفسي. تمام. اكمل كلام مع حضرتك، يعني نورتيني وشرفتيني النهارده في النص الحلو، دكتوره مروه ناصر اخصائي تغذيه علاجيه. شكرا. مرسي. جدا يا دكتور. مشاهدينا الكرام، للاسف انتهى وقت حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من برنامج النص الحلو.